يعد رفاع رافع الطهطاوي رائد حركة الترجمة في العصر الحديث. ولد رفاع الطهطاوي في 15 من أكتوبر عام 1801 في مدينة طهطا بسوهاج في صعيد مصر، واهتم والده بإلحاقه الكتاب وتحفيظه القرآن الكريم. ولما بلغ 16 من عمره التحق بالأزهر في 1817، وفي عام 1826 قررت الحكومة المصرية إفادة بعثة علمية كبيرة إلى فرنسا لدراسة مختلف العلوم، وحرصا على أعضاء البعثة من تقاليد المجتمع المنفتح. قرر محمد علي باشا ولي مصر أن يصحبهم 3 من علماء الأزهر لإمامتهم في الصلاة، وكان رفاع واحدا منهم بترشيح من الشيخ حسن العطار، وكان عمره وقتها 24 عاما. وبدأ الطهطاوي في تعلم الفرنسية، فقررت البعثة ضمه إلى الدارسين متخصصا في الترجمة. وقبل أن يخضع للامتحان النهائي كان قد أنجز ترجمة 12 عملا إلى العربية في التاريخ والجغرافيا والهندسة والصحة، إضافة إلى كتابة تخليص الإبريز في تلخيص باريس. كانت أولى الوظائف التي تولاها الطهطاوي بعد عودته مترجما في مدرسة الطب. ظل الطهطاوي يحلم بإنشاء مدرسة عليا لتعليم اللغات الأجنبية وتخريج المترجمين الأكفاء، وتحقق هذا في 1835 بعد إقناع محمد علي باشا، وسميت المدرسة الألسن وتولى نظارتها. لكن مع تولي عباس باشا حكم مصر أغلق مدرسة الألسن في عام 1849 وأوقف أعمال الترجمة، وقصر توزيع الوقائع على كبار رجال الدولة من الأتراك، ونفى رفاع إلى السودان. وبعد عودته أنشأ الطهطاوي مكاتب محو الأمية، وعاود عمله في الترجمة المعاصرة، ودفع مطبعة بولاق لنشر أمهات كتب التراث العربي، حتى قرر سعيد باشا إغلاق هذه المدارس، وفصل رفاع عن عمله عام 1861. وفي عام 1863 يتولى الخديوي إسماعيل الحكم بعد وفاة سعيد باشا، فعاود رفاع العمل إذ قضى العقد الأخير من عمره في نشاط مثمر، فعاود الإشراف على مكاتب التعليم وترأس إدارة الترجمة، وأصدر أول مجلة ثقافية في التاريخ العربي باسم روضة المدارس، وتوفى في 27 من مايو عام 1873 عن عمر يناهز 72 عاماً.